المشاركين على موعد مع أول تحدي، تحدي الصيد بالصقور. معروف على أهل الخليج وخصوصاً الشعب القطري تعلقهم بالصخور وتربيتها وترويضها، بحيث تتعد رياضة الصيد بالصقور من أكثر الأنشطة ممارسة في دولة قطر، بحيث يعتبر الصقر رمز العزة والقوة والتحدي. وتتعرف هذه الرياضة تطور كبير واهتمام الناس في العالم، وكيتزاد التطور ديالها، وتيتنظم سنوياً المهرجان الدولي في قطر للصقور والصيد، لتعرف مشاركة آلاف من المتسابقين في مسابقات مختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من المعارض بحيث يتم استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لاصطياد الصقور وتربيتها والحفاظ عليها من الضياع. فين صاحبي؟ هانيا شو دابا راه عينو مغمضين، راه إلا حيدوا له ما نقدرش نصبروا في يديه وعينو ماشي مغمضين. سدي لي عيني حيت شي لا شافني يقدر يعني نقدر يقول لي كنعرفك أخويا. بس حبيبي ممكن ألمسه؟ ها؟ هكا من هنا ودابا تشد ديالو كتخلع بصح كتخلع. عنده واحد الهيبه خارقه فهمتي، كتواقف فهمتي ما كيزقش الهدف ديالو الفريسه ديالو فهمتي، هو رمز ديال بزاف د الحوايج. سي فيصل حبيبي كيفاش هذا كلشي مزيان؟ عرفتي تجرب الصقر؟ لا صاحبي ما تخافش، عادي يا صاحبي عادي، راه مشدود خصك ما تخليهش انه يطلع فوق يديك وصافي، حيت المخالب ديالو ماضيه ويقدر انه